ملتحق بنا لحظة هذه 10:13 على تيراماج إذاعتكم الوطنية. كنتمنى لكم صباح سعيد. هذه حليمة العلوي تحييكم وأميمة فتحي تحييكم كذلك في الهندسة الإذاعية والصوتية، والزميلة فردوس أيت شعيب في إخراج العدد الصباحي. بدوري كان نحيي ضيفتي العزيزة الدكتورة خولة كريم، أخصائية في أمراض الأنف الأذن والحنجرة، معايا مباشرة من الرباط. دكتورة كريم صباح الخير. صباح الخير أستاذة حليمة، وتحية ليك وتحية للسادة المستمعين. تحية ليك وشكرا لقبولك دعوة البرنامج دكتورة، ودائما تنكون سعيدة باستضافتك وبتواصل معك. كذلك أنا سعيدة وكنشكركم بدوري على الدعوة والاستضافة. مرحبا مرحبا. حنا من خلالك اليوم بغينا نجاوبوا على مجموعة من تساؤلات دكتورة خولة كريم بخصوص اختلال التوازن. هذا موضوع كانوا طلبوه ليا بزاف ديال المستمعين، اختلال التوازن والدوخة المتكررة أو ربما المزمنة. دكتورة خولة، بزاف ديال الناس كيشتكيوا منها، تيكونوا بزاف ديال الأعراض عند الشخص وما تيعرف شيء بأن ربما الأذن دكتورة عندها علاقة مع هذه الحالة المرضية. تماما. الدوخة ولا خلال التوازن أو الدوار هي نقدر نسميها المشاكل الصحية ديال العصر، لأنه شكون فينا أو في المحيط اللي قريب لنا ما تعرضش لشي نوبة ديال الدوخة ولا شي مشاكل في التوازن. صحيح. دونك هاد المشكل هذا فنعرفوا بأنه اختلال التوازن ولا الدوخة فهو عارض، هو ماشي مرض، هو عارض بحاله بحال السخانة، بحال عنده مثلا وجع في الكرش واللي موراها الأسباب كثيرة وعديدة. نعم. خاص الفحص يكون دقيق، وخاص باش يكون التشخيص يكون صحيح، وبطبيعة الحال يكون العلاج في ديك الحال. دونك بالنسبة للدوخة ولا اختلال التوازن، هو المريض عادة كيوصف لنا الدوخة عنده بالنسبة له عندها بزاف ديال المعاني. الدوخة تقدر تكون هي مشاكل في اضطراب التوازن، مشكلة اضطراب التوازن إنسان يكون كيتمشى مثلا كيميل لواحد الجهة. نعم. يقدر يكون عنده المشية ديالو كتكون كتبدل، ولا كيكون كيتمشى كيقول لك كنحس بالأرض بحال القطن، ولا ما كنحسش بداك الأرض قاصحة كنتمشى عليها. هادو هما اختلال ديال التوازن. نعم. كاين الدوار اللي هو كيقول كنحس بالدنيا كدور بيا، يعني كيحل عيني كيبقى كيقول الحيط اللي قدامي كيدور، كنحس بالناس اللي قدامي كيدوروا قدامي، حركة واحد الحركة دائرية. 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 فيغتيجوطاتوار. أولا كيحس باللي راسه هو كيدور. علاش حاجه كيقول لك انا كنحس براسي كيدور، هادو كاملين اوصاف كيوصفوا لنا المريض باش يقرب لنا الحاله اللي كيحس بها. دونك هاد، ولكن حنا اصطلاحيا كنقولوا لها الدوخه. دونك الدوخه راه كتكون جمعها بزاف ديال الاوصاف او بزاف ديال الحالات. هاد الدوخه اولا مشاكل في التوازن كتكون دائما كيما كتعرض كيكون عندها اعراض معاها. نعم. اللي خصنا نقلبوا عليها كاطباء اختصاصيين، وطبيعه الحال كيكون وسائل تشخيصية على حسب كل حالة. غير هو التوازن، باش نعرفوا أن التوازن هو واحد عملية معقدة لجسم الإنسان. خاص ضروري عندنا واحد روابط عصبية اللي كتكون كتربط لينا الدماغ ديالنا الأذن الداخلية. الأذن الداخلية واحد البلاصة اللي كاينة داخل في عظم ديال الجمجمة، واللي هي مسؤولة على باش كتديتكتي لينا الحركات ديال الرأس ديالنا. دونك هذه كنسميوها الجهاز التهليسي، واحد البلاصة اللي هي الأذن الداخلية. وكاين الروابط العصبيه اللي كتربط بينهم وبين العين، الشيء اللي كنشوفو وبين داكشي اللي كنحسوه حنايا ك يعني الرجل او المفاصل او العمود الفقري. ضروري يكون عندنا هالروابط العصبيه، يعني عندهم روابط عصبيه اللي عندهم علاقه مع الحواس ديالنا، يعني بصفه عامه. تماما. واللي هي ضروري خصهم يكونوا كيخدموا بواحد انسجاميه باش يعطي داك الدماغ واحد تحكم في الجسم ديالنا، وكنكونوا حنايا كنكونوا كنقدروا كنتفشاو عندنا بشكل عادي، ما عندناش مشاكل في التوازن، كنتحركوا كنديروا الرياضه. اي سيتوياسيون اي وضعيه كتكون فيها الانسان كيكون عنده ما عندوش مشاكل في التوازن، نهار كيختلوا هاد الروابط العصبيه او هذيك الاشارات العصبيه اللي كيوصلوا للدماغ، هذيك الساعه هو اللي كيوقع فيها الدوخه. الاسباب متعدده دكتوره، يعني منين تيوقع هذا الاختلال على مستوى هاد الروابط، واش تيكونوا اسباب متعدده؟
طبيعة الحال الأسباب كتكون متعددة، وكاين الأسباب اللي كتكون هي خطيرة، يعني الأسباب المتعلقة بالدماغ، وكاين الأسباب اللي هي أكثر شيوعا اللي كنشوفوها هي الأسباب المتعلقة بالأذن الداخلية. دونك الأسباب اللي هي متعلقة بالأذن الداخلية، كاين واحد المشكل، واحد المرض اللي هو كثير بزاف، واللي ولينا كنشوفوه في تصاعد في السنوات الأخيرة، لأنه العامل الأساسي ديالو، العامل الأساسي هو لو ستريس، هو الضغط، التوتر. دائما عندنا المريض عنده هذا المشكل هذا، وعنده علاقه بالتوتر اللي كيعيشو، هو هذاك الفيرتيج بوزيشنال، هو عندنا واحد الشجيرات وواحد البلورات اللي كيكونوا في الاذن الداخليه، هما بلاصتهم في بلاصه معينه فعل هذاك العامل. دونك كيكون كيخرجوا من بلاصتو وكيبداو يتساراو واحد الحلقات ديال الاذن الداخليه بفعل التوتر. دكتوره، بفعل التوتر او عامل ماشي سبب، والاسباب ديالها هي مثلا الواحد اللي تعرض للحديث السيء، او تعرض لضربه دماغ، او لا تعرض لواحد المرض التهابي في الاذن، ولا جراحه في الاذن. هذا هو الاسباب المباشره. ولكن العامل اللي كنشوفوه يعني تقريبا عند 100% ديال المرضى اللي عندهم هذا المشكل هو الضغط. الستريس كيقول لك كنعيش هاد الايام واحد الضغط معين، ولا نعست مقلقه بزاف البارح الليل فقط، وكيف راسي ما كنقدرش نتحرك، ولا تحركت هي الدوخة. علاش؟ لانه داك البلاورات داك لي كريستو كيتحركوا معاه، لمجرد ما كيحرك راسو كيقول لك كنشوف السقف، كتجيني الدوخة. الدوخة كتكون دائريه، الدنيا كتدور به بطريقه سريعه ولكن متقصره، عرفتني كيهبط راسو مثلا، كيقول كنجي كنصلي كنهز راسي كتشدني داك الدوخ، كنشوف الدنيا كامله كدور بيا، جيت نتكا. دونك هي متعلقه بالحركه، الا كان الانسان ثابت ما كتجيش الدوخه، ولكن بمجرد ما يتحرك ولا يحرك راسو كتجي داك الدوخه. وهذوك لي كريستو عندهم بزاف ديال المواضيع، يعني عندهم ثلاثه ديال الحلقات في كل اذن، يعني خاص ضروري تعرف البلاصه ديالهم بالضبط باش يتم العلاج ديالو. هاد الدوخه، هاد المشكله ديال الفيرتيج بوزيسيونيل، كيكون معاه اعراض واحده اخرى هي التقيؤ. يتقيا بمجرد ما تجي هاد النوبه ديال الدوخه، كتقدر تجيه مع التعرق الشديد، مع ارتفاع ديال الدقه ديال القلب. دونك هنا هادو اعراض كيكونوا معاه، ولكن العرض الاهم هو هذيك الدوخه اللي كتجي على شكل نوبات. نوبات، نعم. وكما قلتي يعني تيكونوا اعراض اللي هي مصاحبه اعراض اخرى اللي هي مصاحبه، واللي ربما هنايا الشخص ما تيبقاش عارف شنو عنده بالضبط، لان ملي تنقولوا الشخص تيولي كي يعني تيدوخ بشكل يعني بشكل مستمر غير الا تحرك، او ملي تيكون تقيؤ وهذا، فتيجي على بالنا ان ربما الشخص يعاني من مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي او اضطراب يعني في بلاصه اخرى، في حين ان الاذن عندها علاقه مباشره دكتوره خوله كريم مع هذه الاختلالات او هذا فقدان التوازن. هادو ربما الاعراض اللي يعني ذكرتي منها دكتوره خوله كريم، يعني اللي ممكن الشخص يكون عنده هاد الاعراض ويمشي لعند الطبيب من طبيعه الحال اخصائي بحالكم باش يعرف شنو عنده. فهنايا نتوما شنو تتنصحوا دكتوره، يعني كيفاش تكون الخطوات العلاجيه لهاد الحاله؟ اول حاجه الخطوات العلاجيه كيبداو بالتشخيص الدقيق. هاد المساله ديال هاد لي كريستو هذا اللي كيكونوا كيتحركوا بلاصتهم، فهما ما كيبانوش في السكانير ديال الراس، او يبانوا في الرنين المغناطيسي، هنا كيتشافوا على طريق واحد الرئه ديال العين. عندنا واحد حركه ديال العين اللي كتكون في الوقيته اللي كتجي فيه الدوخه، كتعيننا كتحرك بواحد الطريقه لا اراديه، بواحد الطريقه معينه على حسب البلاصه فين كاينين دوك لي كريستو خارجين من المواضع ديالهم، واللي كيتم التشخيص ديالهم بواسطه واحد الاجهزه خاصه بهذه المساله هذه. اوكي، خاص التشخيص ضروري يكون دقيق بواسطه داك واحد الماسك كنسميوه لا فيديو نيستاغموسكوبي، هي واحد اللي كنشوفوا بطريقه مكبره في العين، وكنقوم بواحد الوضعيات ديال التحريك ديال الشخص باش كنعرفوا بالضبط فين كاين دوك لي كريستو. نعم. باش كنعرفوهم، مع العلم انهم يقدر يكونوا في حلقه واحده، يقدر يكونوا جوج حلقات او اكثر. هنا خص التشخيص دقيق. نعم. من بعد كيتم عمليه ديال الترويض الطبي. هاد الدوخه هادي، هاد النوع ديال الدوخه ما كتجيش مشيش بالدواء، يعني كاين اللي كيقول لك ناخذ الدواء غادي يمشي. هذيك الدواء ديال الدوخه ندير بحال باراسيتامول، بحال الدواء ديال الكاس السخانه كيهبطها، ولكن ما عمره ما غادي يرجع هذوك الحلقه، هذوك البلورات
البلاصه الاماكن ديالهم. نعم الاماكن ديالهم الاصليه. وهنا كيكون الحصه كتكون ترويض على شكل حصه او لا جوج حصص على اكثر، والمريض كيخرج مرتاح كيتبدل كل شيء كيرجع عادي باش ما يندوش الدوخه بمجرد ما كيحرك راسو. هذا هو سي فري كو هذا الفيرتيج بوزيسيونيل هو سبب يعني هو بسيط ماشي سبب خطير. ولكن هو الاحساس اللي كيحس به المريض هو اللي كيكون صعيب، كتجي واحد الدوخه كتكون وتيعيق الحياه اليوميه، يعني حتى الانشطه اللي ممكن الانسان يديرها يعني ممكن تعيق ليه الاشياء اللي كيقوم بها خلال اليوم ديالو، خصوصا الناس مثلا الله يحفظ اللي كيسوق تقدر تجي واحد الدوخه اللي هي مفاجئه في العمل الى غير ذلك. فهي حاله يعني تستدعي المراقبه وتستدعي بطبيعه الحال العلاج. دكتوره نعم مش المسألة هذه ديال واحد اللي كيسوق هو فيه الدوخه دائما كنحذر منها، لانه من غير هاد الفيرتيج بوزيسيونيل هاد لي كريستو اللي هضرنا عليهم كاين مشاكل وحده اخرين اللي الانسان كيكون كيسوق هو غادي في الطريق حتى كيحس بالطوموبيله مايله به، هي راه ما مايلاش به ولكن كيحس بالطوموبيله مايله به. هنا اسباب يعني نقدر نقول لكم بين الاسباب ديال الحوادث تصير في هذه المساله هذه، واحد ما كيردش ليها البال، واحد اللي كيكون عنده فيه الدوخه ولا اختلاف توازن ما ياخذش الخطر يعني لو ريسك ويسوق، لانه كيعرض راسه كيعرض الناس الاخرين الحوادث بطبيعه الحال. المساله هذه كنشوفوها كثير. نعم الخلاف انه لي شوت يعني كيطيح له مشاكل قصور يعني كنشوفوها عند الناس اللي كيكونوا ربما كبار في السن. فالمساله هذه كتجي الدوخه والاختلاف التوازن. نعم. اذا ما تعالجتش في الوقت الصحيح بطريقه صحيحه فهي كتؤدي كتشكل عليه خطوره. نعم عليه وعلى الاخر. نعم اكزاكتومون. وكيكون عنده مشكل واحد اخر كيزاد عليه هو الكسر او لا لي تروماتيزم اللي كيكونوا منه. فوقاش تستدعي الحاله زياره الطبيب دكتوره؟ لان تعرفوا تقدر تجينا واحد الدوخه هكا دايزه ربما فعل توتر او الانسان مناش يعني فوقاش نقولوا لا خاصنا نمشيو لعند الطبيب ونشوفوا شنو عندنا؟ يعني واش ملي كتكون الدوخه متكرره يعني مثلا في الاسبوع تقدر تجي الانسان جوج مرات ثلاثه او ربما حتى بشكل يومي دكتوره خوله؟ اولا على حسب المريض شنو كيحس، يعني دائما هذاك لو فيرتيج ولا هذيك الدوخه هي شي حاجه اللي هي سوبجيكتيف، اللي المريض ما غاديش يعرف يفسرها مزيان، خاص الطبيب هو اللي كيبدا يتسول بزاف ديال الاسئله. الوغ انت الطبيب كيف ما قلت لي السؤال الانسان خصو يمشي يدوز اول حاجه الا شاف الدنيا كدور به هذه المساله اللي شاف لو فيرتيج روتاتوار هذه ماشي حاجه عاديه، راه خصو يشوف الطبيب شاف الحال كيدور بواحد الحركه دائريه فهنا ماشي عادي. ثاني شيء اذا كان هذا الشيء كيتكرر مثلا عنده اختلاف التوازن كيتعاود ليه عنده كيعيق له الانشطه اليوميه كيشوف بعدم الامان لا بغى يخرج على برا لا بغى يقضي غرض ديالو هذا كيشوف انه يقدر يطيح في اي وقت. اما اذا كانت واحد كتجي بحال حاله لحظيه او لا بحال مره في شحال كما تنقولوا اي هذيك العياء الشديد اون جينيرال سي ان كوفيرتيج ماشي ديك الطبقه اللي كنهضروا عليها. هذاك الفيرتيج يقدر يكون مشاكل اخرى اللي تكون مثلا مع فقر الدم او هبوط في الدوره الدمويه ولا مشاكل في العينين العضلات ديال العين، هنا هادو كيكونوا مشاكل ماشي الدوخه اللي هضرت عليها. ولكن الواحد الا حس براسو هادشي كيتعاود له وكيعيق له كيف ما قلت الحياه اليوميه والانشطه اليوميه ديالو فمن الاحسن يشوف الطبيب الاختصاصي ولا الطبيب ديال العائله باش يحيد الشك من يعني يحيد انه واش المشكله هي مرضيه كتستحق انه يقلب على شنو المشكل ولا غير هي فقط حاله لحظيه كما قلتي راه غير ان سورمناج يعني ستريس او العياء او ممكن تسمى منها شي شيء. تماما كيبقى دائما التاثير ديال الحاله عليه ولا الحياه على الحاله على العمل او الحياه اييه. وطبيعه الحال اللي عرفنا الداء تنقدروا نعرفوا الدواء دكتوره خوله كريم، لذلك الواحد دائما تنقولها ما يستخسرش في راسه شي حاجه، الا كان الانسان تيعاني من اعراض اللي هي خطيره وتيشوف نفسه انه نهار على نهار ربما تيحس بالعياء تيحس ببعض الاعراض اللي ذكرنا منها اليوم حول موضوعنا اختلال التوازن والدوخه المتكرره، يمشي يدوز باش ما تزادش الحاله ويطيح في مضاعفات وربما الحاله تطور وتشكل عليه خطوره وعلى الاخرين. شكرا جزيلا لك دكتوره خوله كريم، كنت معنا مباشره من الرباط. دكتوره خوله كريم اخصائيه في امراض الانف الاذن والحنجره، نلقاك على خير في حلقات مقبله باذن الله.